مشاهدي قناة سلطانة، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج نسمات قرآنية، ودائما مع جمعية القاضي عياض. تلاوة اليوم بصوت ملائكي من أداء أسماء بوراس، اللي بدأت تحفظ القرآن ملي كان عندها 6 سنين وتمكنت أنها تحفظ 54 حزب. نخليكم تكتشفوا الصوت ديالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.